مساء الجل على دماغك. محدش بيرد عليا ليه يا هيردوا يا معلم، هيردوا مساء الطين يا معلم. بيردوا بيردوا. انت ما بتفهمش يالا. والله ما انا دي هي اللي قالت لي ما دخلتش. هي يعني ست صح؟ اه. ينفع ست تمشي كلامها على راجل؟ لا ما ينفعش. طب امال ايه؟ ما اعرفش والله. ايه يعني انت نور وبتفهم اهو. اه انا اسف. افهم بقى قصدي ايه خلص. عشان بعد كده ما مديش ايدي عليك. ايه يا معلم، ما انا بقول لك انا فاهم خلاص والله. فاهم ايه؟ فاهم انا مش بعد كده تيجي ادخلك والست تولع سيرتك. انت فاهم ان انا عايز اساعدك صح؟ اه خلاص خلاص والله. مفيش ستات بقى تمشي كلام على رجاله صح؟ احنا رجاله ومستوعبين صح؟ مفيش الكلام ده عندنا صح؟ ده بجد والله. لا احنا رجاله. لا انت وحشني اه بس مش كده يعني. اسمع بقى مني يا معلم، هم هيردوا عليك، خليك مكانك فيه، مالك خايف ليه؟ يلا افهم يا فاهم والله فاهم. فين الزباين؟ هو محدش بيرد عليا ليه يا؟ انا بخاف لما اقف في مكان واسال ومحدش يجاوب. فين الزباين؟ هو انت كنت سالت قلت ايه يا معلم؟ ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال كان ايه؟ السؤال كان لا إيه؟ خمس دقايق والم الورق بسرعه والنبي. انا جاوبت كل الملغي، مش فاهم الباقي والله. بسم الله الرحمن الرحيم. فين الزباين؟ اللي انت كنت بتسال الزباين فين يا معلم؟ ايه يا ابني اللي انت جايبه لنا ده؟ انت بتخوفني. هي قصدها تقول لك كنت بتسال الزباين في ايه يا معلم؟ يا سمارة انت. يا ولا يا مجننة يا اللي بتسمع الكلام من اول مرة. انت اتفرجت على فيلم السبع ايام؟ في ايه يا معلم؟ اهدى كده اهدى، مالكش دعوة. انا ربنا عطيني الصحة الحمد لله، مش عارف اسيطر على نفسي خالص. فين يالا العمدة يالا الهفق ده اللي المفروض هنقلبه؟ فين؟ ايوه فين هو؟ فين الهفق ده اللي هناخد فلوسه كلها؟ فيس فيس. فين يعني هو؟ فيس 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 فيس. انا مش قلت ما تسيبوش الراديو مفتوح؟ انتوا متخلفين. فيس فيس. انا اهو. انت هو ايه؟ انا العمده. بس يا لعيب يا اللي انت فيه. يا عم والله انا العمده. بس عيب، خش اقعد مع اللي متسنك. يلا اقعد مع اخواتك. يلا يا سيدي من ثلاثة والله العظيم انا العمدة. ولا عيب. انا مش بكذب عليك، انا بقول الحق، انا العمدة، انا العمدة سوستة. انت العمدة سوستة؟ ايوه. انت اخرك عمدة في المزرعة السعيدة والله العظيم. عمدة تطلع كده والامير مش عارف ايه يدينا 10,000 درهم هدية. انت خدت بالك؟ شد حاجة من الجو. بس انا عارف بقى الارياف في شغلها يعني، ما تقلقش. ايه الدليل يا ان انت العمده؟ الدليل ان انا العمده ادخل على جوجل واكتب www. العمده سوسته نص كوم، هطلع لك انا على طول. متصور انا وحبيبه قلبي صوره كده. مراتك؟ لا الجاموسه. اهو ده اربعه منه في الجنينه، لا ضفادع ولا ناموس ولا الحاجات دي خالص. هو وقرص الريد الاثنين قد بعض على فكره. اهو انا عايز اعرف بس، هم فصلوا بدله عيد للعمده زي بدله الضابط كده؟ ايه ده؟ عايز ايه؟ انا مش عايز حاجه. انت اللي جاي يا عم، عمال تجر في شكل. انا كلمتك. انت مش جاي تسهر في الكباريه وتسلب فلوسك؟ ايوه هات فلوسي بقى، ما انا اعطيتها لناصح يحطها في البوسطه. اعطيتها لناصح؟ والله العظيم من ساعه ما جيت ناصح ده ارجى العيل موجود هنا. ما هو ارجى العيل صح. والله كبرت يا ناصح عايل وبقيت تعمل عمليات من ورايا. والله لما تيجي عايل. انت بتقول لي مين عايل يا عاد؟ بقول لك انت. على نفسك. ولا عايز ايه؟ انا المعلم. ماشي والله. جه وش الخير والسعد والنور والهنا. كنت فين يا عسل انت يا امور انت يا جميل انت؟ خد بالك عشان شد حاجه من الجنب. انا شفته بقى والله، المره دي شفته والله. انا بكلمه من هنا يعني، هو بيتكلم وانا واقف له كده. استنى. ازيك يا حمار؟ الحمد لله كله تمام. اخبار الجحش ايه؟ كنت لسه بشرب برسيم جوه دلوقتي. طيب يروح يلعب مع الفتيات عقبال ما اجيلك. حنيه يلا. حنيه
رعب عليا ما تشتمنيش تاني. ما اشتمكش تاني؟ أيوة. انا عاملك زي ابني. اه لا انت بتقسي عليا يا ولا. يا نونو روح يا زوزو بس يا ولا بس سف على عمه. كده كخ يا حبيبي كده كخ. بقول لك ايه، معاك فلوس؟ معايا. تلعب؟ العب. تعالى يا حماده. بص يا عم، ادي 10 و9 و8 تمام؟ انت كسر. استنى، ادي 10 و9 و8 تمام. طلع الواد. الواد اهو. غلط. معاك فلوس؟ معايا. تلعب؟ العب. ادي 10 و9 و8. طلع البت. البت اهي. عجبتني. تلعب؟ العب. معاك فلوس؟ معايا. يلا اهو. ادي 10 و9 و8. اه فين التسعة؟ انت عبيط يا ابني. ما هي هي دي التسعة؟ هي دي التسعة. والله اول مرة اشوفها والله العظيم. فين يلا الفلوس بتاعتي؟ اه هات. خد يا عم الفلوس بقى، ما تضايقنيش. مالك في ايه؟ يا عم انا متضايق لسه جاي من عند الدجال. قال لك ايه يعني الدجال ده؟ قال لي كل اللي هيحصل في المستقبل. يا عم ما تصدقهمش، دول بيخرفوا. بيخرفوا ايه؟ عارف فيروز؟ عارفها البت العيلة اللي بتغني. بنت العيلة بتغني. انت عارف في المستقبل هتبقى ايه؟ ايه؟ كنسات. بالفواكه النسوية وانا ناس ب 3 جنيه. 3 جنيه؟ وانا هجيب طنبيل يا عم، انت مجنون يا عم. عارف صباح؟ عارفها البت الشحرورة اللي بتغني. انت عارف دي هتعيش لحد مين؟ مين؟ ابراهيم كمال. مين ابراهيم كمال؟ ده اللي بعد السيسي. مين السيسي؟ يخرب بيتك. ايوه صح صح. ما تحطيناش في داهيه. خلاص يا روما. المهم إيه؟ ركز معايا عشان العصابه هتجن هنا وتسلمنا البضاعه. وهيعرفونا ازاي؟ مش مهم، انا اتفقت معاهم على كلمه سر. ايه؟ حكوره. حكوره؟ اه. حلوه وجميله وجديده وبسيطه. هنشوف بقى لما يجوا العصابه، عشان لو نصبت عليا هنفخك. طب بقول لك ايه، في مصلحه داخلها كمان شويه معايا. راكب. خلاص. نصبايا؟ نصبايا جامده جدا. يلا بينا نركب. عارف المتر. مدير الصاله دي ايه؟ حمار. ماشي. نقلبه في قرشينات ونفلق معايا. معايا. تعالى يلا. انت عادي يا كرشنكوف انت. خلاص اجيب حاجه واجي. كوريا. ايه ده؟ ايه ده؟ كوريا. عامل ايه يا عوض؟ حبيبي انا. مبارك ايه يا بلطجي؟ عامل ايه انت؟ مسكت ربنا فتحها عليك. اه هنا. شفت الحمد لله فلوس كتير جبتها. انا باخدها كل يوم بالليل بقى. بجد؟ اه ما انا فتوع عن الناس هنا. جدع يا عوض. انتوا عارفين بعض ولا ايه يا جدعان؟ اه. اه طب بص بقى. ايه يا حبيبي؟ انا لسه جاي من عند الدجال. اه. المزيكا اللي بتعملها في الحانه دي مش هتنفع خالص، ولا هتجيب لك فلوس ولا اي حاجه. انت مجنون. مجنون ايه؟ احسن فرقه في مصر. فرقه ايه؟ انا جايب لك اسطوانه من مستقبل. دي انضف فرقه في مصر. دي اشرف فرقه في مصر. دي اعزف فرقه في مصر. دي انجح فرقه في مصر. دي اجمل فرقه في مصر. دي احلى منك ومن عيلتكم الفرقه دي. دي انضف منك ومن شعرك. يا جماعه انتوا الاثنين متفقين، انا اللي مختلف معاكم. اسمع مني، مشي الفرقه دي، الاسطوانه اللي معايا عليها مزيكا من مستقبل عالميه. بجد؟ اه والله. لا بس اسمع بقى، المزيكا دي فرقه عالميه. اسمع الحته دي. طب سمعني. اعزفوا حاجه. سلام الخواجه. يا ابني احسن فرقه في مصر. مصدعين ولا ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ رأس. ايه؟ رأس ايه؟ اقف عادل. ما ينفعش، الأسطورة بتقول ان الأغنية لازم تكمل. نبع معاك وحتة كده. ركز معايا. ركز. ايه؟ ايه؟ ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ عايز ايه؟ اسمعك بقى الاسطوانة للمستقبل وشوف الفرق. سمعنا يا خبيبي. وسع. حطها في الجرامافون. ماشي. عندي جرامافون جوه؟ بجد؟ أسير الحزن من قلوبي، بقطع عذاب وجنوب، عمري جرحت يوم إنسان، ولو جرحت القلوب. الدنيا 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 الدنيا.
اهدى يا ابني خلاص. اهدى يا ابني اهدى. هي ده يا تلميذ دي المزيكا. ايه رايك؟ 100 100 الاسطوانه ولا الفرقه؟ اطلعوا بره اطلعوا بره اطلعوا بره. بس يا ابني انت وهو مفيش غيره. انا عايز البتاع اللي معاك دي مش عايز دول. هتدفع يعني؟ مع كل حاجه. طب اتكل انت على الله. انا همشي انا اخرج اقلب الرقاصه وبعد كده اطلع في مظاهره ضد الانجليز. هو يا ابني هو اي حد يمشي في مظاهرات؟ ما انا هقول زي العيال اللي بيقول. هتقول ايه؟ هما بياكلوا حمام وفراخ واحنا الفول دوخنا وداخي وسيك سيك 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 بالليمون واللي بحبه جدع مجنوني وسيك سيك. دي مظاهرات دي ولا فرح امك؟ يا موني يا وسيك سيك امشي سيك سيك. ده مجنون يا حبيبي ده. ركز معايا. وسيك سيك. ده مجنون يا حبيبي ده ولا ايه؟ معلش هو ساعات بيجي. وسيك سيك. امشي اطلع بره. ركز معايا. هتدفع الفلوس في الاسطوانه دي ولا ايه؟ ادفع كل فلوسي. ده انت عالمي. ده انت احسن من عبد الخليم خافز. عبد الخليم ده اسرائيلي؟ اسرائيلي ايه؟ عبد الخليم خافز المغني الشاب الجديد العالمي. ليه بتقول عبد الخليم؟ عشان انا خواجه. خواجه؟ ايوه. شكلك مصري. قفشتني. انا فعلا مصري بس جاسوس انجليزي. خلي بالك وجاي اجندك في الجيش الانجليزي عشان واحنا طالعين بالجيش الانجليزي امبارح اتقتل من الجيش واحد فقلت اخدك معانا اجندك عشان اكمل الجيش ونركب العربيات ونتكل على الله ونرجع. لو هتدفع فلوس انا معاكم. تدفع كل حاجه؟ ادفع كل حاجه. انا اللي هدفع. انت اللي هتدفعه. احنا ندفع فلوس؟ ايوه. وانت تبيع كل حاجه؟ ابيع كل حاجه. تبيع بلدك؟ ابيع بلدي. تبيع مصر؟ ابيع مصر. قفشتك يا كلب. انا العقيد شوقي غريب. انت مين؟ العقيد شوقي غريب. ولا العبيد حسام حسن. اهلا وسهلا. شوف شغلك يا حبيبي. هنشوف شغلنا وهنكسب ان شاء الله الماتش الجاي. نتقابل في المرور باذن الله. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ اجيب حاجه ولا يا رب توب عليا من شغلانتي الكازينو دي يا رب. سجاير سجاير اللاكي سترايك سجاير سجاير يا عمده. لا انا بشربش سجاير. السجاير حرام. يعني السجاير حرام والخمره مش حرام؟ دي مش خمره دي ميه. ومالها الميه؟ الميه دي مش خمره دي ميه. ايوه ومالها الميه؟ حرام يعني؟ انا ما اعرفش والله. انا مش فاهمه. ايه يا بنتي عطيات ما تمشي تشوفي شغلك بعيد. الله بيقول لك بيشرب ميه بس. خلاص يا اختي انا مالي. الحقوني الحقوني الحقوني. خبوني خبوني خبوني. يا جدع انت مالك؟ ايه ده؟ انت ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ انت مش عندك مدرسه الصبح؟ إيه بكره اجازه وبعده اجازه ويوم السبت نجيب بزازه. خبوني خبوني خبوني. مخبيك فين يا اخويا؟ مفيش مكان. والله ما عايز استخبى. انا سلم نفسي احسن. خبوني خبوني في اي حته خبوني. في ايه بتجري من ايه؟ البوليس السياسي بيجري ورايا. ايه ده هو انت من الثوار؟ طول عمري كان نفسي اقابل حد من الثوار. طب تعالي. تعالي فين؟ لا انا شغاله في الكازينو ده بس عشان خاطر امي واخواتي بس. في ايه؟ انت فهمتيني غلط. تعالي خبيني خبيني. يلا بسرعه يلا. ستوب دونت موف. محدش يتحرك كله يثبت مكانه. كله يثبت مكانه. لا احسن عليا الهرم من ديني. عليا الطلاب الثلاثة. لو ما قلتوا فين الثوار لشعبطكم من رجليكم. في ايه يا حضرة الظابط؟ انت مين يالا؟ انا العبد لله اللي ذبح المعيز ورماه واي مت قصيرة تتمناه. انت في سنة كام؟ انت ايه عايز ايه؟ انا عمدة. انت العمدة؟ ايوه. امشي امشي يا حمار. الله يسلمك. ايه ده؟ ده ايه يا حضرة الظابط؟ مالك بتعصب كده ليه؟ في ايه؟ الله بس يا بت انت ما تقصيش. ما
ما تقصريش عشان احنا نهب نسوان مصريين قذرين مهلبيه. في ايه يا حضره الظابط مالك؟ قول لي نفسك ايه وانا اعمله لك. يا بنت بس يا بنت ما تطلعي مرقعه عشان احنا في الشغل دلوقتي. يا بنت عايز ايه وانا هعمله حاجه؟ انا ادور على سوار تعملي عليا الطلاق اضرب ورقتين عرفي ناو. يلا يلا والنبي يلا. يلا ايه يلا انت من قدامي غرف ده امشي. ايه ده؟ امشي. هتجننوني يا جوني. ايوه يا حضرة الزوج. اتفضلي يا قمر. تعرف اللي انا فيه عرق انجليزي؟ لا ده مش عرق انجليزي، ده عرق سوس. يلا يا معفنة. قال يعني بتتمرقع قوي. في واحد يتمرقع كده؟ مالك يا خواجه بتزعق عليه وعامل جلبه؟ انت من السوار؟ لا انا من الابوار. يا مسكر من الابوار. ايه ده بس كده يا خواجه؟ ليه ليه انت ممتعد؟ ممتعد شكلك مثقف هتفهمني. يس انت يس انت تتكلم انجليزي؟ يس. يبقى انت تفهمني. اه يس. اقول لك على كلمه انجليزي تحطها في جمله وده اختبار. يس. كات كات هنيله اللي عايزه خلق. برافو. شاطر انا؟ شاطر جدا تتكلم انجليزي. طب انا بقى هختبرك بقى. تختبرني انا؟ اه عشان اشوف انت انجليزي مؤصل ولا كده وكده. اوكي اختبرني. كلمه احطها في جمله. قول. رد. من حبيبي انا رد عليا وقول. ده انا صايع اعجبك. لا ده انت طلعت فعلا حريف. ايوه. احنا نبقى اصحاب بقى. ايوه احنا اصحاب. تعالى بقى نقعد مع بعض وسيبك من السوار. يلعن ابو السوار. تعالى بقى نقطع سوارتين كده ونفرفش. هي ساعه الحظ تتعوض. ايوه بقى. دق يا مزيكا. السبابة كره الملعونة كره هسستها تاه هسستها تاه فطارت اها ثم طارت اها السبابة اها الملعونة اها. انت يا ست انت. نعم. انت يا ست انت ترفي فين السوار؟ خرجوا من الباب اللي ورا. فطارت اها ثم طارت السبابة الملعونة. بس خلاص. السبابة الملعونة. السبابة. انت يا حبيبي. انت يا بابا. انت يا ابني بتاع الدبان. انت احنا لسه منظفين ومسحين وكان جاي تملى امه دبان تاني. في ايه؟ انا اسف حبيبي ما تزعلش مني. ايه ده؟ انت شكلك ظابط انجليزي. يا ابن اللعيبة. قفشتك. قفستني. عرفت منين ان انا ظابط انجليزي؟ عشان لما دخلت من الشمال لليمين. يا ابن الذكية. تعرف إيه؟ انا كمان انجليزي. انت انجليزي؟ ومن انجلترا. من انجلترا؟ اه. انت من انجلترا؟ انا من انجلترا. منين من انجلترا؟ من الارسنال. الله. انت من الارسنال؟ اه. منين في الارسنال؟ من عند مستشفى ام البريطانيين. يا لهوي ده انت جاري بقى. ايه ده؟ وانت ساكن فين؟ في تشيلسي. فين في تشيلسي؟ في نص الملعب. ده احنا جيران خالص. طبعا. ده انت الواد اللي كنت بتعمل حمام على سور نادي مانشستر سيتي؟ ايوه انا. ايه ده؟ ايه ده انت كاريوك اللي كنت معايا في مدرسه ابن خلدون الثانويه؟ ايوه. حبيبي. صاحبي. صاحبي خش في حضن اخوك يا صاحبي. لا يا صاحبي اخاف اخش في حضنك اوسخ البدله الوسخه اللي انت لابسها. انت صاحبي وانا صاحبك. سلام سلام يا صاحبي. سلام سلام. هجيب حاجه وين؟ السبابة الملعونة وهستها هسستها. انت ازاي تسيبهم يمشوا كده؟ الانجليز دول لازم دمهم يسيح على الارض. كان بودي والله اقتلهم بس القتل حرام. يعني ايه القتل حرام؟ ما الصور بيقتلوا. لا انا بروح معاهم احط الديناميت واوصل السلك واظبط الريسيفر وبمشي الحمد لله. ياه انت الجندي المجهول. اه طريق النصر. انا مملون لك كتير قوي انك ما ابلغتيش عني اعداء الوطن الوحشين. ليه هو في مكافاه؟ لا. طب ابلغ عنك ليه؟ عشان انا شغاله في كازينو. انا شغاله هنا والله عشان خاطر امي واخواتي الصغيرين. اخواتي مش بيلاقوا اكل وافضل اشتغل طول النهار والليل عشان اجيب لهم اكل وانا مروحه بالليل. معلش والله مش معايا فكه. ربنا يسهلني. ربنا يسهل. انا ما بشحتش. انا ببيع سجاير. لا بتشحتي. بص الوش ده شفتيه فين من 4 ايام؟ الاشاره عند عمر افندي.
اشتريت مني علبتين سجاير واتنين دوريتوس واديتك الباقي شفقه. وتديني الباقي شفقه ليه؟ انت عرفت ان انا شغاله في كازينو؟ انا شغاله هنا عشان خاطر امي واخواتي الصغيرين. اعمل ايه طيب يا ستي؟ في ايه؟ انت بتقولي نفس الكلام. في ايه؟ امال انا عايزك معانا في الثوار، انا شايفك معانا بذره. بجد؟ ايوه. هنضم للثوار؟ ياه، طول عمري كان نفسي انضم للثوار واتنكر وابقى شبهك. لا ده انا وشي كده، انا مش متنكر ولا حاجه. بجد؟ ايوه انا مش متنكر. سبحان الله. انت هتبقي معانا من الثوار وهتعملي عمليات كتيره. ماشي ماشي. وهيجي واحد يقولك على كلمه السر. اللي هي ايه بقى؟ حكوره. حكوره؟ اوعي تنسيها. لا مش هنساها، حكوره. عارفه هتعملي ايه تاني؟ هو الراجل هيديني ايه اصلا؟ الواد ده هيبقى معاه شنطه. فيها الشنطه إيه؟ دي فيها منشورات. تمام. هتاخديها منه وتجيبيها.